مدهشة تماما، يستحيل حدوث شيء كهذا علميا. ولكنه حدث، لقد تجمد النهر في وقت قياسي. لو أن الأمر لم يكن غريبا لانضممت إليهم. وأنا لم أنتع الحذاء التزلجي منذ زمن. قبل أن أنسى، سأريك شيئا مهما. كوني حذرة. لا داعي للتحقق من ذلك، من الواضح أنه ساخن. جيد، والآن سأضع كوب الشاي الساخن على قطعة الجليد هذه. كيف تعلمت النمامش رياضة التزلج بهذه السرعة؟ إنها حيوانات ذكية، والآن راقب هذا، سيثير الأمر دهشتك. أجل، هذا يثير الدهشة حقاً، لما أرقت الشاي؟ كان علي الانتظار قليلاً، سأجرب ثانية. توقف يا نموش، ستكسر الجليد. أنور، انتبه. نموش، أنت بخير؟ هذا الجليد خطر، يجب أن نكون حذرين. اليوم تجمد النهر وغدا الغابة، على هذه الوتيرة سيختل النظام البيئي كله. أنور، تعال وانظر يا بني. أترى؟ كنت أعلم تماما أنني لم أكن أتخيل. لكن كيف؟ عندما لمس الشاي الجليد مباشرة. هذا مدهش. غريب. الآن فهمت، تغير الحبيبات من خصائص المياه كالفيروس. أكثر ما يثير دهشتي هو امتداد الجليد السريع على النهر كله. جبل جليدي واحد غير كاف لتجميد نهر السنديان، لابد من وجود سبب آخر. أجل، لقد انجرف الجبل إلينا من اتجاه المنبع، لذا علينا الذهاب إلى هناك والتحقق من مصدره. سياح من كافة أنحاء العالم سيتدفقون بالآلاف لرؤية هذا الحدث. لا، ليس بالآلاف، بل بالملايين، بل بالمليارات سيدتي. حسناً، دعنا لا نبالغ يا حيان. أخبرني، أين وصلنا في المشروع؟ همام؟ سلسلة الفنادق الراقية ستبنى هنا وكذلك هنا. أما حلبة الهوكي فقد قررت إنشاءها في الوسط تماماً. هل المقاعد مدفأة؟ لا، باستثناء مقعدك بالتأكيد، والأهم هو أنني أضفت لمستي إلى المشروع وأعتقد أنها ستعجبك سيدتي. أرجوك. سنضيف منزلقات جليدية. خطرت لي هذه الفكرة ليلة أمس كومضة البرق، وذلك عندما كنت أفكر في المشروع، فباشرت التصميم من فوري. منزلقات؟
لماذا؟ للتزلج بالتأكيد والانزلاق بسرعة. يهو! لا بأس. همام، اجمع فريقا من المتزلجين واحرص على أن يكون من المحترفين. هذه المنزلقات هي قمة إنجازاتي في اتحاد شركات دعبول. هاي، من هؤلاء اللي فريق دعبول للتزلج؟ لكننا لا نملك فريقا للتزلج. ليس بعد الآن. إنهم في حاجة إلى زي موحد لائق. أشعر بأن الأفكار النيرة تجتاحني ثانية. اشتياح؟ أين؟ نتزلج منذ مدة طويلة و... هل أنت مجنون؟ ماذا تفعل وسط مضمار تدريبنا؟ مضمار تدريبكم؟ هذا نهر غابة سنديان. لا يحق لك الوجود هنا. أنت تعوق استعداداتنا للأولمبياد الشتوي. الأولمبياد الشتوي؟ أولمبياد السنديان.